أكرم جوراري عطاء يتوشح بالإبداع والأداء، موهبة واعدة من مدينة عين فقرون بولاية أم البواقي، شاب يعزف على آلة وترية لحن مميزا نابع من تراثنا العريق، فتغنى بوميض الزمن الجميل منذ فترة شبابه الفياضة. نتغنى التراث الجدود انغا قال التوينيث هروين انغض، يعني لازمه النحيه ولازمه هذا النوعه. نتغنى ديس بطريقه عصريه ونتركز بشيل اذا نظيف وذا مسموع ذي العائلات النغ. انامل اكرم تحرك الاوتار فتثير المشاعر، بينما الاغنيه التراثيه ظلت متجذره بالكلمات الراقيه تتناقلها الاجيال بشكل فني متميز. إيه همي هذا الدزيز الفراد صراوي سوكرزي وشاوي سوكرزي وشاوي، وهاي أدايا 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 هذي الورسايا. أكرم عازف يداعب أوتار الجيتارة، ومغني موهوب يطربك بصوته الشجي، وما الأنغام التي تخرج من كل جوارحه إلا للذكرى. أنا قاعد تحت الشجرة تحت علي ورقة خضراء، وأنا قاعد في فم البياب قالوا لي وتهل بس في اللاقة، وإني غسن وغري ذرايا أي تويم وتغرم في اللاقة.